السلام عليكم. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن الـ Problem Abstraction، واتكلمنا ازاي ان Abstracting الـ Problem Definition ممكن يوصل عقلي بسرعة للـ Target Algorithm، لأن الدومين بيهايد lots of stuff عن عيني. النهاردة نتكلم عن واحد من أهم Thinking برضو Techniques، هو الـ Thinking Backward، أو إنك أنت تفكر في الـ Problem Reverse. يعني ايه thinking backward؟ يعني حاول تبص للبروبلم من فيو معاكس ليها. يعني في ستريت فورورد ثينكينج، انا بمسك البروبلم بيقول لي اعمل 1 2 3 4، فالعقل الطبيعي بيحاول انيميريت ال 1 2 3 4 دوت. المشكله ان احيانا 1 2 3 4 ده بيبقى دوبل، بس بيبقى صعب جدا، واحيانا اساسا ما بيبقاش دوبل اساسا، فانت عمال تستهلك وقتك في انك تحاول البروبلم بالدايمنشن او بالفيو اللي هو اداهولك ده، لكن في واقع الامر ايه، البروبلم دي مش دوبل خالص. لو تفتكروا زمان لما كنا بنعمل في موضوع ان احنا نطلع البرايم نمبر وكده، وكنا بنقول ان احنا علشان نعرف الرقم برايم ولا لا، فكنا بنعدي على كل الارقام اللي ممكن تقسمه ونتشيك هو ديفيزيبل باي الارقام دي ولا لا، يعني الرقم بيعدي على الديفايزرز. وبعد كده لما رحنا نعمل عايزين بقى نعمل الجوريزم يعرف البرايمز اللي في رينج كامل مش مجرد رقم، فقلنا خلاص ننادي الفانكشن اللي احنا عملناها اللي هي بتمسك الرقم تعدي على الديفايزرز وتفلتر. ده اسمه فورورد ثينكينج طبيعي. عايز ايه؟ عايز البرايمز اللي في الرينج، عدي على كل رقم شوفه برايم ولا مش برايم، فورورد ثينكينج. يعني ايه باكورد ثينكينج؟ باكورد انك تحاول تبص للموضوع من دايمنشن تاني. مثلا في الحدوته بتاعت البرايمز دي، مش الرقم كان بيعدي على الفاكتورز وكل رقم عمال يعدي على الفاكتورز؟ لاحظ الدوبليكتس، مثلا اول رقم بيروح تست 2 3 5 7 مش عارف ايه، تاني رقم بيروح تست 2 3 5 7، تالت رقم بيتست وهكذا لحد السكور بتاعه. انا هعمل العكس، همسك الديفايزر نفسه واقول له روح للارقام اللي انت بتقسمها، فهمسك الاثنين اروح للاربعه والسته والثمانيه والعشره وال12، اطير كل البرايمز دي اللي هو الارقام دي، وبعد كده امسك الثلاثه اطير السته والتسعه وال12 والخمسه وهكذا، بعد كده امسك الاربعه اطير الثمانيه وال12 وهكذا، وامسك الخمسه وطير العشره وال15 وال20 و25 وهكذا. فالفكره فين؟ بدانا نبص للموضوع من دايمنشن مختلف. الدايمنشن المختلف مثلا في حاله البرايم دوت المساله دوبل بالطريقتين، بس لو الان بتاعتك كبيره حاجه زي مثلا 10 مليون، الطريقه الثانيه اللي هي الريفرس هتبقى مور افيشنت واسرع وهكذا. فدايما حاول وانت بتتاكل بروبلم تكونسيدر الريفرس بتاعها زي ما بتكونسيدر الايه البروبلم نفسها. البروبلم ممكن يبص لها من اكتر من فيو برضو باكورد، يعني مش يعني احيانا بيبقى ليها اكتر من فيو، فحاول تفكر في الديفرنت فيوز دي وخلاص. يبقى حط في دماغك البروبلم ابستراكشن وحط في دماغك البروبلم ريفرس وانت بتحاول تتاكد. خلينا ندي شويه اكزامبلز مشهوره على موضوع الريفرس. مثلا الفيلد بتاع البروبابيلتي مشهور فيه قوي، ان احنا عارفين ان الايفنت واحد ناقص الايفنت هم كومبلنت الايفنت. فانا مثلا اقول لك ايه هي احتمال ان الايفنت الفلاني يحصل؟ احتمال ان مثلا جيفن اري، احتمال ان الاري ده البرميتيشن فيه تبقى مش عارف الاكسبكتيشن بتاعه كذا، اي حاجه. فانا اجي ابص على الايفنت ده واقعد اشوف ازاي اعمله، والاقي نفسي عمال اعمل سميشنز كتيره جدا. بس تلاقي مثلا ايه، انك انت لو جبت عكس الايفنت ده بتلاقي نفسك مش محتاج تحسب غير حاجه واحده بس، فواحد ناقص الحاجه دي الكومبلمنت يعني، يبقى هو الانسر ايه بتاعتك. احيانا تلاقي ان حسابات الكومبلمنت دي يعني از اكستريملي ايزير، احيانا تلاقيها اكستريملي افيشنت، يعني انت كنت هتحتاج تقعد تجمع حاجات كتير عشان تحسب الاكس، بس دلوقتي بتعمل حاجات كتيره جدا علشان تحسب ايه، عشان تحسب عكس الاكس خلاص. طيب مثال تاني، تخيل مثلا ان احنا عندنا مجموعه من الايتمز وبتجيب 2 اس ان سبست مثلا، وهو بيقول لك عد لي في كام سبست البروبرتي بتاعتها اكس. مثلا على سبيل المثال ان ونفرض انها باينري سبست مثلا، فاقول لك في كام سبست عدد الوانز فيهم 5 خلاص. انا ممكن ابتدي افكر في عكس البروبرتي دي، يعني في كام سبست القيمه بتاعتها مش بخمسه. طيب والانسر، الانسر هتبقى التوتال ناقص العكس. الواحد هنا هو مجموع البروبرتيز، التوتال هنا هو مجموع الايه القيمه. برضو احيانا في البروبلمز بتاعت المينيمايزيشن كتير جدا يجي يقول لك مينيمايز ليا كذا، على طول فكر مع نفسك هل الماكسمايزيشن افيلبل؟ لو الافيلبل يبقى الانسر هتبقى التوتال ناقص الماكسمايزيشن مثلا. يبقى انا حاطط في دماغي ان انا ممكن احلها عن طريق المينيمايزيشن وممكن احلها عن طريق الماكسمايزيشن.
دايمنشن تاني مختلف عن موضوع انك تجيب عكس البروبيرتي دوت، هو الدايمنشن بتاع مثلا ايه، انت معاك سيكونس مثلا، فالسيكونس دي عباره عن مجموعه من الايتمز، كل اندكس ليه ايتم، يعني مثلا فيبوناتشي سيكونس عباره عن ايه، 1 1 2 3 5 8 وهكذا، فالانسيز عباره عن ايه، 0 1 2 3 4 5 والفاليوز 1 1 2 3 5، فانت الطبيعي انك انت بتعرف تجنريت السيكونس، او حتى يعني مثلا سيكونس زي فيبوناتشي ليها كلوزد فورم، ممكن تجيب الترم المليون الترم المليار وهكذا. فهو يجي يقول لك ايه، انا هديك فاليو في فيبوناتشي، قول لي الاندكس بتاعه في السيكونس. يا عم احنا بنعرف نعمل العكس، انا اعرف قول لي الفيبوناتشي المليون عندي كلوزد فورم هطلع بيها فيبوناتشي، لكن ما تدينيش فاليو اعرف اعمل بيها الايه. فتلاقي ان الكويستشن ده مش سهل خالص انك انت ايه، انك انت تعمله. طيب الحل ايه؟ حل فكر في ريفرس، لو انا معايا اندكس تعرف تديني الفاليو وهي مثلا انكريزنج سيكونس، طب مثلا احسبها بقى بالمنظر ده، هو بيديني فاليو، بيديني فاليو وعايز الاكس، انا هقول له ايه، لا استناني بقى، هو الاندكس 10 قيمته كام؟ قيمته 1000، وانت بتدور على قيمه قيمتها كام؟ بدور على قيمه قيمتها 700، يبقى احنا اكيد اندكس اقل من 10. جرب مثلا الاندكس 5، الاندكس 5 قيمته كام؟ قيمته 500، واحنا بندور على فاليو كام؟ على فاليو 700، يبقى اكيد الاندكس اكبر من 5 واقل من 10. طيب ما بين ال 5 وال 10 7 مثلا، ها الاندكس بتاع 7 الفاليو بتاعته كام؟ الفاليو بتاعته مثلا 650، حلو احنا قربنا، جرب مثلا فاليو 8 وهكذا. المهم يعني التكنيك ده اسمه باينري سيرش، خلاص ان انا كنت بدور بسرعه افيشنت يعني. فالفكره هنا ان احنا قدرنا نقلب الديفينيشن ايه، ديفيشنت، خلاص. فكيب ان مايند البروبلم ريفرس والبروبلم ستريت فورورد. السلام عليكم.